بسي الزر. لو خايف على حالي ما اجيت. اجيت رغم اني بعرف اني رح احرق القضية. بعرف انه ما عندك ولا سبب لحتى تسامحيني ابدا. انا مو مريضة نفسيا وماني مجنونة ولا عندي هوس شبقي، وانت هلأ هون لأنه علاقتنا مو أنا تخيلتها بعقلي وصدقتها لحالي. ما تخيلتيها. إلا كل شي فيه له تبرير. برر. يلا لكان برر لي كل اللي صار معي. وإلا بكبس عزر. كنت حاضرك من تليفوني، بس كنا دائما نحكي سوا، وأنا اشتريت تليفون بدون خط بس إلي ولإلك. تليفون ما بقدر أحكي فيه غير مكالمات على الإنترنت. كبريائك كان مجروح، كنتي تضلي تدقي على تليفوني العادي وتضلي تبعتي رسائل، وأنا بالمقابل كنت رد عليكي من تليفوني السري، بس ما قدرت أكسر لك عنادك. قام حذرتك وأنت بهي الحالة صرتي مضطرة تحكي معي بس على التليفون السري. حسيت حالي مريضة. الكل صدقك، وجودي كله ما كان له معنى. لا إلي وجود معك ولا إلي وجود برا، ما لي وجود بحياتك الحقيقية. وبالأخير فوق هاد كله حتى عشقف التليفون ما إلي وجود. قديش غريب. الإنسان بيقدر ينسى كل شي صار معه، بس مستحيل ينسى مشاعره وإحساس قلبه. جيت لعندك لحتى أوقع على قرار موتي، ما هيك؟ كل هاد بيذكرك قديش أنا زلمة سيء ووسخ. ليش؟ بوقتها ليش الشرطة ما لقوا التليفون الحقيقي؟ التليفون. أنا شو عملت؟ شو عملت بهداك التليفون؟ لو التليفون التقى ما كان حدا قدر يقول عني مجنونة، ما كنتوا قدرتوا تقولوا عني مهووسة ومريضة نفسية. لو الشرطة قدرت تلاقي هالتليفون ما كان حدا قدر يسبني ولا يتمسخر علي. يمكن ما كان أنقذني، بس على القليلة كان أنقذ كرامتي وكبريائي. احكي لي شو قصة هداك العقد؟ أنا ليش اشتريت هداك العقد؟ ليش تصرفت كأنك أنت اشتريته؟ بس كرمال تخلي ريم تغار، أنت صورتي الطوق ونزلتيه على النت. كنت بتعرفي إنه ريم عملت لك فولو من حساب وهمي. كنت بدك تضايقيها، بس كان بدك تفكر انه انا جبت لك اياها.
وهذا يلي صار بكل هالبساطة. القصة قصة غيرة وبس. مسكينة، أنا عن جد كتير مسكينة. تخيل قدي بريئة لحتى عم حاول خلي حبيبة حبيبي تغار مني، وانتو استغليتوا كل تصرفاتي المسكينة وقلبتوها ضدي. استغليتوهن يا حقير. أنا آسف، ما كان فيني فوت على السجن. أنا كان لازم أحمي حالي إلا. عملت فيني هيك كرمال أنت تحمي حالك؟ لا تهرب بنظرك هيك، طلع بعيوني. ما عاد ضل شي ينشاف بالعين أصلاً، بس أنت هلأ صرت تشوف جروحي اللي ما بتنشاف لأنه أنت السبب بتدميري. بركي مو أنا عملتها. بركي طلعت مو أنا يلي عاملها. أمك اللي عم تتهمني إلا مو أنتي. وبهداك اليوم أمك ما كانت معنا، وبهداك اليوم ما حدا بيعرف غيرنا شو صار، ونحن الاثنين ذاكرتنا ممحية، والعالم عم تتذكر عنا ويحكوا على كيفهم. هديك الليلة، بهديك الليلة كنت سكران، سكران ومو شايف بعيوني. في كتير تفاصيل ما بتذكرها أبدا. أنت عم تكذب، عم تتحايل، عم تحاول تشوش لي عقلي وتفكيري كمان. طيب معك حق، ما فيك تثقي فيني، بس بتقدري تسمعيني. مثل ما صار من شوي، أنا الوحيد يلي بيقدر يجاوبك على كتير من أسئلتك. ليش اشتريت الطوق لحالك؟ وليش عملت لك بلوك؟ أنا عم بحكي لك شو صار إلا، شو صار معنا بهداك اليوم. أمك ما بتقدر تجاوبك على هذا الشيء. إلا حبيبتي، يعني لما منطلع عليه فعلا منشوف قدامنا رجال ندمان على غلطته. يعني الأسماء المعروفة رح تطلع مرة تانية، رح يعدموه بدون محاكمة.
ليش يعدموه بلا محاكمة؟ يعني نحن أكيد ضد كل أنواع العنف. نحن مو محكمة ولا طلعنا اليوم لنحكي عن القضية، عم نحكي عن حياته الخاصة وعن ندمه على غلطه. مو هيك؟ الزلمة كان عم يتقتق، شو بده يصير فيه أكتر من هيك يعني؟ خلصنا بقى، شو هالسخافة؟ شو هاد لهالدرجة سهل الواحد يضحك على العالم؟ الملاك لبس قميصه الأبيض أكيد رح يصدقوه. خلصت القصة. لا بيحكوا على العمليات اللي عملتها بنتي ولا بيجيبوا سيرة عظامها اللي تكسرت، بس عم بيحكوا عن الاعتراف في الذنب لهالواطي. بتعرفي شو أكتر شي بيوجع؟ إنه لهلا قدران يكسر قلب بنتي هالواطي. لا والعالم عم تصدقه. شو هالشال؟ ما شاء الله كتير متحسنة، الدكتورة كتير مبسوطة منها هالمرة، عن إذنكم. هذا شاله لهالحقير. أنا شلون هيك ما بشقه قدامه 100,000 شقفة؟ وكيف قدرت أسكت وكيف إجيت لهون بلا ما أحكي ولا حرف واحد؟ هي خبت الشال بقلب المخدة. أنا شفته، هو كان لابسه لما أجا، أنا متأكدة. على شو لسه ناوي؟ إلا عم تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، المأساة اللي عاشتها ممكن تاخد لثلاث نقط. الإصابات الجسدية طابت، بس نحن ما منعرف شو في جواتها ولا بقلبها. ما في شي بالنسبة لإلا عم تشوفه مثل ما عم تشوفه نحن. مع الأسف ممكن تعمل شغلات تخوفك وتفكري إنه هي عم تغلط، بس هي مانا بوعية. ألو؟ إيلا هي أنتِ؟ إيلا بعرف إنه هي أنتِ، اشتريت هذا الرقم بس مشانك أنتِ. فكرتك ما رح تشوفي شال ولا رح تتصلي فيني. طيب خلص لا تقولي شي، بس لو سمحتي اسمعيني شوي. بعرف إنك شفتي المؤتمر الصحفي اللي عملته. أنا آسف، كنت مجبور أقول كل شي سمعتي. ما كان عندي خيار تاني. بعرف منيح إنه رجعت قهرتك، بس أنا آسف. تعرضت للضرب ونفدت من الموت بمعجزة، وقت فتحت عيونها لقت حالة بنص المحكمة، وهنيك شككوا بيلي مرقت فيه وحكموا على صراحتها وشخصيتها وأخلاقها، وتحول اسمها لهاشتاج الكل حافظه. الناس بالأول شفقوا عليها، بعدين ما صدقوها، تهموها وهاجموها، وفجأة تحولت كل تفاصيل حياتها لنقاش بلد بين ناس ما بتعرفهم. هيك نوع من العنف صعب إنه يتحمله إنسان راشد وكبير وصاحب تجربة، وبنتك يلي عمرها بس 19 سنة عاشت كل هاد بنفس اللحظة.
نحن ببداية طريق صعب وطويل بهار خانم، وصعب كتير على أي أم إن تشوف بنتها بهالحالة اللي بتحرق، بس بنتك بعد هالوقعة رح ترجع توقف على رجليها، وأنتي ما بتقدري تدليها على الطريق، بكفي إنك تضلي ماشية جنبها. بسيطة وغبية لدرجة ما بتتخيلي يطلع منها هالحركات، كل السهرة حاطة عينها بعيني، ترقص بطريقة رخيصة وغير نظراتها المغرورة، ضلت كل السهرة عم تستفزني كأنها عم بتقلي تعي نعمل مشكلة. انتي خليكي مع عمر، انا رايحة على الحمام وراجع. غلطت الغلطة الثانية بهديك السهرة، رحت وراها فورا. بعرف ما كان لازم اعمل هيك، ما كان لازم احكي مع وحدة من مستواها. التواليت فاضي، بتقدري تدخلي. انتي افضل من التواليت. انتي عن جد كتير مسكينة، شفتي الستوري وركضتي لعنا ما هيك؟ وانتي ليش بس شفتيني جاية على الحمام ركضتي؟ بتعجبني ثقتك بحالك. يلا عيشي الحالة، حرام بلكي محرومة. وبعدين اطلعي لبرا رقصي واتمايعي، يعني مو معقول شو رخيصة. طالما أنا محرومة وعم عيش الحالة يلي بدي إياها، معناتها ليش وجودي هالقد عم يخوفك؟ أنا بقلك ليش، خوفك كله مني لأنه إلكار صار لإلي. لا حرام عن جد. حبيت ثقتك، يعني بتقدر ترفعك. ديري بالك من ابنك مطهر. مزبوط. رح دير بالي يا حلوة. يلي صار صار لأنه بتستاهله. ريم وين كنتي؟ شو اللي عم بيصير؟ ريم؟ إلا اصحي روقي، امشي خلينا نروح على المشفى. يلا امشي. ريم انتي شو عملتي؟ ريم شو عملتي بالبنت؟
كيفكن يا جماعة؟ شو مبسوطين هون؟ هوهو شو هالتوتر قبل العرس؟ خير إن شاء الله. أنا بدي أحكي معك موضوع. هذا اللي صار والباقي بالفيديو شفتي. ريم، بصفتي محاميتك بدي منك تجاوبيني بكل وضوح. قلي لي صار شي بعد هالعرض؟ بدي حكي بابا أول. الشخص اللي سجل الفيديو هو صاحب البار سارتاشكايا، بس ما منعرف إذا هو اللي بعت الفيديو ولا لا. عرفنا أنه طلع بلغاريا وحالياً عم نتواصل مع الأمن البلغاري. كل شي صار لساتك مصرة انه هو ورا القصة يا بهار؟ لك ما شفتي الفيديو بعينك؟ كرمال الله هي البنت معترفة بعظمة لسانة. يلي شفنا بالأول سجل كاميرات مراقبة مو؟ والكل شافوه تيمور. بنتي انزتت بالشارع من سيارته للزلمة والكل شافوا بعيونه. شي حلو، المحامية اللي جواتك طلعت بهار، بس مو دفاعا عن بنتك. هالمرة حابة انك تدافع عن بنات العالم. يعني حتى لو طلع 100 فيديو مثل هاد مستحيل يغير الحقيقة بالنسبة إلي. أنا ما ممكن أنسى دم بنتي على كنسته.